نظمت وزارة الداخلية دورة تدريبية في مجال فحص جوازات السفر وكشف التزوير لطلبة كلية الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة. وقد أشاد الخبراء الأجانب بقدرات طالبات كلية الشرطة واستيعاب برامج الدورة التدريبية والتي ستنعكس مستقبلا على تعزيز قدراتهن في هذا المجال الحيوي. الارتقاء بقدرات العنصر البشري في منظومة العمل الأمني أحد أهم ركائز الاستراتيجية الأمنية، والتي تعتمد على تنفيذ برامج تدريبية متطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية والدول الصديقة. من هذا المنطلق نظمت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة وبالتنسيق مع الجانب الأمريكي دورة تدريبية في مجال فحص جوازات السفر وكشف التزوير لطالبات كلية الشرطة لضمان حصولهن على أكبر استفادة ممكنة في هذا المجال. شهدت الدورة التدريبية محاضرات نظرية وتطبيقات عملية تضمنت فحص وكشف عمليات تزوير وثائق السفر والمستندات والتمييز بين الوثائق الرسمية والمزورة في إطار خطة أكاديمية الشرطة التعليمية لمواكبة الوسائل التكنولوجية لمكافحة عمليات التزوير. Look at the bio page. The other end is embedded in the polycarbonate. Inside you've got that little tab. وقد أشاد الخبراء الأجانب بقدرات طالبات كلية الشرطة على استيعاب برامج الدورة التدريبية والتي ستنعكس مستقبلاً على تعزيز قدراتهن على العمل في هذا المجال الحيوي الذي يعتمد على التطور التكنولوجي وضرورة مواكبة هذا التطور لمكافحة هذه الجرائم غير التقليدية. We believe that this training will strengthen the relationship between our law enforcement agencies between the United States and Egypt and provide the officers with the tool to detect and deter illegal entry of individuals intending to harm from this country. وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار تعزيز قدرات طالبات كلية الشرطة وتأهيلهن للعمل الميداني بصورة احترافية، خاصة في مجال مكافحة جرائم تزوير وثائق السفر والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.